خلال الأيام اللي فاتت خرج أكتر من تحذير من منظمة الصحة العالمية بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وحذرت سكان العالم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا في شهر أغسطس. والتحذير كان بيوضح أنه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هيكون ليها تداعيات كبيرة جدا على كل حاجة على الأرض. وطبعا الموضوع ده شغل الناس على السوشيال ميديا، واللي تقريبا يوميا بنلاقي فيديوهات مختلفة متصدرة الترند وبتتكلم عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور وحيد إمام، أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس، عشان نعرف منه أكتر عن الموضوع. أهلا بحضرتك يا دكتور. الحمد لله. الحمد لله. في البداية عايزين نعرف من حضرتك، هل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة ده طبيعي دلوقتي إنه يحصل في الشهور دي ولا لأ؟ هي بس خلينا نفصل الرطوبة، لأن الرطوبة دي شيء مستقل بذاته كويس، هي اللي بتزيد الشعور بالحرارة. فالوقت ده اللي هو ما بنخش على أغسطس ده وقت بيبقى غالبية الأمطار اللي بتنزل في وقت الصيف، اعتبارا من أغسطس وسبتمبر كويس بالشكل كبير، وخصوصا في المناطق بتاعتنا. أما التغيرات المناخية فهي بتزيد بالفعل من حدة ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي إذا كان في ارتفاع درجات الحرارة بيبقى في نسبة بخار عالية، وبالتالي المناطق اللي بتبقى فيها زراعات خضراء أو اللي بتبقى فيها مسطحات مائية بتزيد فيها عمليات البخار، بتزيد فيها الإحساس بالرطوبة بشكل كبير. ولو كان في رياح موجودة فهذه الرياح هتساعد على انتقال الشعور بالرطوبة من المناطق اللي تولدت فيها وتنقلها طبعا للمناطق الداخلية زي مثلا المدن، وده اللي بنتكلم عليه. التغيرات المناخية للأسف اللي حدثت بفعل الأنشطة البشرية كان المردود بتاعها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، على حظنا ان احنا متوسط درجة حرارة الارض زاد بمعدل 1.1 درجة عن المعدل الطبيعي بتاعها اللي هو 15، والعالم كله بيسعى حاليا دلوقتي انه ما تزيدش عن 1.5. يعني احنا عندنا 0.4 درجة بنحاول عام 2050 نتخلص ما نوصل لهمش بأي شكل من الأشكال، وده عمليها هتبقى صعبة جدا لو استمر الحال بالمنظر ده في ارتفاع درجات الحرارة وعدم الالتزام العالمي، لأن دي مشكلة عالمية، عدم الالتزام العالمي من غالبية الدول المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة بسبب الصناعة والأنشطة البشرية بتاعتها، وخاصة الصين والسبع دول الصناعية والولايات المتحدة الأمريكية اللي بيمثلوا أكثر من 75% من أسباب المشكلة. دول كلهم عدم التزامهم بيؤدي أو بيشير بشكل كبير زي ما الأمين العام للأمم المتحدة وزي التقارير الآي بي سي سي الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إن لو استمر الحال بهذه الوتيرة هنوصل على عام 30 ممكن يعني في خلال 6 سنين لأكثر من 1.3، وممكن 1.5 اللي احنا بنستهدفه ما يحصلش، لأن احنا بنستهدف على عام 30 انخفاض في نسبة الغازات المحدثة المتسببة في ظهور الاحتباس الحراري ل 50%. نقللها 50%، طب ازاي اقللها 50% وهي بالفعل كل اللي بيسجل سنويا بزياده؟ ففي مشكله عالميه ومهم جدا تداركها باي شكل من الاشكال. التغيرات المناخيه بشكل عام بتؤدي الى ظواهر متطرفه. الظواهر المتطرفه احنا ممكن نشوفها على شكل السيول وشكل الفيضانات اللي موجوده معانا في مناطق، جفاف في مناطق تانية، وده الغريب. يعني حزام الأمطار ابتدى يتغير بشكل كبير من المناطق الأساسية اللي موجودة فيه، فإما بزيادة أو بالنقصان. على سبيل المثال احنا شايفين إن المنطقة، يعني احنا السودان كانت لسه غرقانة في الأمطار والفيضانات اللي موجودة فيها، في دول كتيرة بقت فيها ثلوج موجودة، الأرجنتين على سبيل المثال،
اتغطت بالثلوج، يعني مناطق حاره جدا ومناطق فيها سيول وفيضانات. واحنا شفنا باكستان نفس القصه، شفنا الصين نفس القصه موجوده فيها، ومناطق اخرى فيها ثلوج موجوده في هذا التوقيت. يعني احنا من فتره قريبه لسه بنشوف هذه الظواهر المتطرفه، وبالتالي ده كله بيكون ليه اثار جانبيه مباشره او غير مباشره على صحه الانسان وعلى صحه الحيوان وخلافه. طيب دكتور، بعض المنظمات العالميه بتقول ان الارتفاع ده ممكن يتسبب في ذوبان الجليد وبالتالي يحصل تسونامي في بعض الدول، هل الكلام ده صحيح ولا دي اشاعات؟ ذوبان الجليد ما يؤديش الى تسونامي باي حال من الاحوال. ظاهره التسونامي عشان تحصل محتاجه ان يكون في زلزال في باطن الارض من الالواح التكتونيه، وخاصه اللي موجوده في المناطق المفتوحه. المناطق المفتوحه يعني ايه؟ المحيطات. يعني مثلا ما بقول ان البحر المتوسط عندي، لا، ده احنا بنسميه ده شبه بحيره مغلقه، يعني ده هنا هو سيمي سيركولار كلوزد ليجون، كويسة، مقفول، يعني بحيرة مغلقة ملهاش إلا مدخل واحد للمية اللي هو من مضيق جبل طارق، بتخش وتطلع منه، وبالتالي المساحات اللي موجودة والأعماق اللي موجودة ما تسمحش بأي شكل من أشكال تحدوث تسونامي في منطقة البحر المتوسط بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه. كويس، واحنا شفنا من فتره قريبه يمكن حوالي 3 أيام في زلزال حصل في ايطاليا حوالي 5 ريختر، وكان التاثيرات بتاعته لا تذكر. يعني اذا احنا بنتكلم على ايه؟ منطقه مغلقه او شبه مغلقه، نادر ان ممكن يحصل فيها تسونامي. التسونامي حصل مره واحده يمكن في البحر المتوسط سنه 1650 لاسباب مختلفه موجوده برضك، زلزال، بس كان بسبب بركان داتيلي موجود في قاع البحر، ودي قصه ثانيه ما حصلتش ثاني من وقتها. ولكن بشكل عام ما عنديش مشكله. اما في المناطق المفتوحه ذوبان الجليد وحتى المناطق المغلقه وشبه المغلقه بيؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر، هو ده اللي ممكن يؤدي الى غرق المناطق المنخفضه، وده اللي بنتكلم عليه. يعني يكون عندي جزر او عندي شواطئ منخفضه، يعني مثلا منطقه بورسعيد منطقه منخفضه، المياه ما تيجي تزيد فيها بتزيد بنسبه سنويا 4 من 10، احنا بنتكلم عليها من ال 4 ملي، يعني احنا بنيجي نتكلم على 100 سنه، يعني هنا اهو في عندي 400 ملي، يعني انا دخلت على حوالي 50 سنتي. وفي نفس الوقت بيحصل تآكل للشاطئ بنفس المستوى او ازيد شويه، يعني ممكن يبقى من 4 ل 5 ملي، يعني اما اضيف الاثنين الاقي نفسي ان انا وصلت لحوالي اما 80 سنتي او 100 سنتي، يعني حوالي المتر في خلال ال 100 عام القادمه. يبقى المنطقه دي متر، ده يغرق الدنيا خالص، متر يخلي الملوحه تزيد في المياه الجوفيه في المناطق القريبه، متر معناها ان الدلتا كلها بتغرق لغايه البحيره. يعني ده مش اللي حاصل طبعا دلوقتي حاليا عندنا. لا ده مش حاصل خلاص. لا الحمد لله مش حاصل، وبعدين طبعا الدول ما بتسيبش نفسها بهذا طبعًا. الشكل. يعني طب سؤال اخير يا دكتور، هل الشتاء ده معناه كده ان هو ممكن يكون شديد البروده وفي امطار، ولا هيبقى شتاء دافئ؟ لا بصي لي، الشتاء الدافئ كان السنه دي والسنه اللي جايه من المتوقع ان الشتاء هيكون بارد. كويس، البروده بتاعته دي هتتوقف على ظاهره عكسيه. احنا عندنا دلوقتي الظاهره اللي عايشين فيها من فبراير 23 لغايه دلوقتي اللي هي الظاهره اللي بيطلقوا عليها ظاهره النينيو. ظاهره النينيو ارتفاع درجه حراره المياه في المحيط الهادي في المنطقه الشرقيه بمعدل نص درجه، هي اللي رفعت وضعفت متوسط درجة الحرارة اللي موجودة ووصلتها إلى في المتوسط إلى 1.4. أنا بتكلم التغيرات المناخية 1.1، لحد مزودة كمان 3.10، فمحسسانا بالنار الشديدة اللي العالم كله بيتكوي بيها دلوقتي. بتنتهي هذه الظاهرة على نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، يعني على سبتمبر تبقى الدنيا ابتدت تظبط معانا إن شاء الله. ولكن هو السؤال،
هل الظاهرة المقابلة ليها اللي هي بيسموها اللا نينيو، في النينيو واللا نينيو، اللا نينيو بقى دي هي المسؤولة بقى عن البرودة والأمطار اللي احنا بنتكلم عليها، هل هتبدأ بالفعل مباشرة وراء انتهاء ظاهرة النينيو ويعني اعتبارا من بداية الخريف والشتاء القادم، ولا ممكن تتأخر سنة؟ فلو ابتدت هتحس ببرودة شديدة أشد من اللي أنت كنت بتحس بيها، ولو اتأخرت سنة هتحس في برودة، بس البرودة هتبقى محتملة بشكل أو بآخر، ولكن بوجه عام الحرارة مش هتبقى مرتفعة حتى في فصل الصيف وبنفس الوتيره ونفس الشذوذ اللي احنا شايفينه حاليا دلوقتي. دكتور وحيد امام استاذ العلوم البيئيه بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك جدا على المداخله.